بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل دروس الوحدة الأولى، الدرس الثالث وهو دوران الأرض. هنالك ثلاث أسئلة: من أي جهة تشرق الشمس؟ طبعا تشرق من الشرق. بماذا تمد الشمس كوكب الأرض؟ تمده بالضوء والحرارة. هل يمكن أن تضيء الشمس الكرة الأرضية كلها في وقت واحد؟ الإجابة لا، إنما تضيء الجزء المتجه نحوها. دوران الأرض حول محورها ودوران الأرض حول الشمس. للأرض حركتان، الأولى حول محورها أو حول نفسها وينتج عنها تعاقب الليل والنهار، الثانية حول الشمس وينتج عنها تعاقب الفصول الأربعة. وفي الصورة التي تليها صور توضح الفصول الأربعة: فصل الشتاء الذي يبدأ 22 ديسمبر، وفصل الربيع، وفصل الصيف، وفصل الخريف. وكل صورة توضح أهم المعالم الجغرافية التي تأثر بهذا الفصل. لو كانت الأرض ثابتة، لماذا صار هناك فصول مناخية متنوعة؟ لأن الأرض تدور حول الشمس، فإن هناك مناطق حارة وباردة ومعتدلة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله لنا أربع فصول تتعاقب في الحدوث في السنة كما ذكرناها آنفا، ويكون المناخ والفصول في نصف الكرة الجنوبي على العكس من نصف الكرة الشمالي. ماذا يعني تنوع الفصول الأربعة؟ سبحان الله، لحكمة وحكم كثيرة يعلمها الله تنوعت الفصول الأربعة، فهي نعمة من الله للبشر تؤدي إلى تنوع المحاصيل الزراعية ونضجها، التنوع البيئي، والتنوع في النشاط البشري أي ما يقوم به البشر من أعمال اقتصادية مختلفة. نشاط رقم واحد: يملأ الطلبة الفراغات بالكلمات الآتية. هذا نوع من الأسئلة لابد الطلاب تتدرب عليه: بين قوسين مرتفعة منخفضة معتدلة، تكون درجة الحرارة في فصل الخريف والربيع معتدلة في حين تكون درجة الحرارة في فصل الصيف مرتفعة، أما في فصل الشتاء فتكون درجة الحرارة منخفضة. وهذه الأشهر الشمسية الميلادية المكتوبة أمامنا: شهر يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. وبهذا نكون قد انتهينا من درس دوران الأرض، ونركز على أشياء رئيسية وهي إن الأرض تتحرك وليست ثابتة، لها حركتان، الأولى حول محورها والثانية حول الشمس، وما يترتب على الحركتين. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح الدرس الثالث. راجين من الله عز وجل أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه.